سالي بتختلط دايما المشاكل الهضمية صحيح اللي بتصيب صح الأطفال عند الأهل وبتسبب لهم حيرة إنه يا ترى شو سبب هاي المشاكل وشو سبب هاي الاضطرابات؟ ليش عم تصير مع أولادنا هاي الاضطرابات الهضمية؟ هل في من وراءها دلائل معينة لأمراض أو هي اضطرابات عابرة؟ وشو هي أشرع الاضطرابات الهضمية يلي ممكن تصيب أطفالنا؟ هذا الموضوع وغيره من المواضيع اللي تخص الاضطرابات الهضمية رح نحكيها مع الدكتور جابر محمد محمود، دكتوراه في الهضم والتغذيه عند الاطفال، استاذ في كليه الطب. يسعد صباحك دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا، صباحكم صباح الاخوه المشاهدين جميعا. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه يعني نحن هلا خصينا الاطفال بالاضطرابات الهضميه، يعني ما هي اشياء خلينا نقول الاضطرابات الهضميه يلي بتصيب الاطفال بشكل عام يعني شائعه بين الاطفال؟ تمام اوكي، قبل ما ندخل بالاشياء على الاضطرابات خلينا لمحه وفكره صغيره يعني الجهاز الهضمي عند الاطفال. تماما. او بالعموم الجهاز الهضمي عند الكبار والصغار. في الواقع الجهاز الهضمي واحد من الاجهزه التي تعمل في الجسم كبنيه متكامله، وهو انبوب متعرج يبدا من الفم وينتهي بالشرج وطوله عدة مترات، يتألف من عدة بناء أو عدة أجزاء متلاحقة، كل جزء بيؤدي مهمته بيسلم الجزء اللي بعده تؤدي المهمة. بالمحصلة هذا الجهاز مسؤول عن تأمين الطاقة لكل الجسم، لكل أجهزة الجسم الأخرى. كيف؟ طبعا كل ما يتناوله الإنسان يبدأ يدخل عبر الفم وهو الجزء الأول من الجهاز الهضمي، يتم تقطيع هذا الطعام بأسلوب ميكانيكي نتيجة وجود الأسنان والأضراس، وينتقل إلى المعدة والأمعاء يتم هضمه واستقلابه وتمثيله غذائيا، ويتم الاستفادة من الوحدات الأساسية العناصر الغذائية بها الطعام ووصوله إلى الدم، ويتم توزيعها على كامل الأجهزة الأخرى. طبعا لا شك سيدتي أي اضطراب في هذه العملية التي تبدأ من الفم وتنتهي بالشرج، أي اضطراب في عملية التقطيع أو في النقل أو في الهضم أو في التمثيل الغذائي والامتصاص يتظاهر باضطراب، ينعكس بظهور أعراض وعلامات سريرية يتظاهر عند الشخص أو الطفل. نأخذ أمثلة مثلا مثل الإقياء. طبعا الإقياء كثير عرض بيشكو منه الأمهات والأهالي. الإقياء طبعا تختلف الأسباب وتختلف المعالجة تبعا لشريحة عمر الطفل، ونحن كما تعلمون الأطفال هي شريحة واسعة تبدأ من عمر دقائق وأيام لحديثي الولادة وتنتهي بعمر 14 سنة. فعند حديثي الولادة مثلا قد يكون الإقياء هو إقياء ناتج عن قلس معدي مريئي أو خلل تكوين في المعدة والمريء، لسه ما البنى هي الأجزاء ما تكاملت فعاليتها ووظيفتها بشكل جيد. لاحقا الإقياء ممكن بالأعمار الأكبر قد يكون نتيجة زيادة تناول الطعام، ممكن يكون نتيجة عسر هضم أو سوء امتصاص، ممكن يكون نتيجة التهابات المعدة والأمعاء. طبعا اللي ممكن هلا بلش الفصل الجاي والاشهر الجاي نشوفها كثير عند اطفالنا نتيجه خلل في تناول الطعام او خلل في عمليه تناول او حتى تناول طعام غير نظيف او ملوث او حتى عدوى، قد تكون عدوى المدارس او عدوى الروضات. طبعا كالتهاب معدي وامعاء هي متلازمه، ناخذ مثال مثلا هي متلازمه تحدث لاسباب انتانيه قد تكون فيروسيه وجرثوميه وطفيليه. طبعا هذه العدوى ياخذ الطفل بيصير عمليه التهاب في غشاء المخاطي للامعاء، وبالتالي احدى الاعراض اللي ممكن تتظاهر فيها هي الإقياء. طبعا في معايير منذرة ومعايير خطرة للإقياء يجب الأم أو الأهل المشرفين على الطفل ما يسكتوا عليها. مثلا عندما يكون الإقياء متردد، يعني إقياء مرة مرتين ممكن طول بالي شوي ما في أي مشكل، ولكن استمرار الإقياء هون حكما يجب الأم أن تراجع طبيبة أو تخبر المشرف على الطفل لتحديد السبب والوقوف على النمط والآلية المعالجة. طيب دكتور، أحيانا هذا الإقياء بيكون متكرر، مثلا خلينا نقول مثلا خلال فصل معين بنلاحظ أنه هذا الطفل عنده إقياء عم يصير كل فترة وفترة، كمان ممكن يكون له دلالات أو ممكن يكون مثلا خلال فصل الشتاء بيدل على أنه هذا الطفل يمكن بياخذ برد كل فترة وفترة. تمام. عنده تمام. يمكن مناعة أقل من غيره من الأطفال. تمام. ولكن ما بيدل على مرض معين دائم عنده. تمام. هلا قد يكون الإقياء يعود الى حساسيه غذائيه، مثلا في اطفال بيتحسسوا على نمط غذاء معين وبالتالي بتظاهر عندهم بإقياء. قد تكون الإقياء هي تعبير عن امراض اخرى التهابيه او ميكانيكيه بالجهاز الهضمي، مثلا اسواء الدوران، اسباب تشريحيه. طبعا كل هذه الإقياءات التي تتكرر والتي لا تتوقف في يوم او يومين حتى استمرار الإقياء اكثر من يوم حكما يجب مراجعه الطبيب للوقوف على السبب وتحديد نمط المعالجه من خلال استقصاءات شعاعيه او مخبريه. طبعا الإقياء أيضا في نقطتين منذرين للإقياء، لما يكون الإقياء نافوري دفي بشكل كبير يفترض الأم تراجع فورا الطبيب أو المركز الصحي قولا واحدا هناك مشكلة. لما يكون الإقياء غير طعامي مثلا إقياء صفراوي إقياء أخضر حكما هناك مشكلة طبية قد تستدعي جراحة أحيانا. لما بيطلع مع الإقياء مثلا دم
ممكن يكون دليل على تمزق اسفل المريء، ايضا علامه منذره يجب انه الام تراجع المركز الصحي وما تنام على هالشكوى هي لانه احيانا تكون مزعجه. كمثال اخر غير الاقياء مثلا ناخذ الاسهال، ايضا الاسهال عرض بنشوفه كثير عند الاطفال، قد يكون جزء من متلازمه التهاب المعده والامعاء، وقد يكون جزء من متلازمات اخرى تصيب الجهاز الهضمي كسوء الامتصاص او التهابات المزمنه بالكولون، ايضا الاسهال العابر مره مرتين ممكن طول بالي شوي، ولكن الاسهال المجهد المنهك اللي بكركب الاهل كثير حكما بنخاف يكمل بدخول الطفل بحاله جفاف، فيفترض هون الام تراجع المركز الصحي والطبيب. حتى الاسهال يلي بيروح وبيرجع يعني مثلا كل فتره وفتره ممكن بيصير عند الطفل له كمان دلائل؟ طبعا اي اسهال يستمر، اي اسهال بيترافق مع اعراض اخرى مثل قياء، مثل ترفع حراري، مثل خمول، الطفل يبطل يرضع، اللي الام حيويه الطفل ما انا جيده ما عم يضحك، حكما هناك في مشكله، لانه الخوف من الاسهال الدخول في حلقه الجفاف والمشافي لاحقا. صحيح. دكتور، يعني لأي حد أيضا الغذاء غير خلينا نقول الصحيح، أو أحيانا الوجبات بتكون متخربطة عند الطفل، أو الأم يمكن معودته على شيء معين وكسرت الروتين اللي معودته عليه وبلشت له بشغلات تانية، فلأي حد ممكن يأثر تأثير سلبي يعني على صحة الطفل، وأيضا بس يكبر شوي الأكلات التانية اللي ممكن طبعاً, طبعا لا شك مثل ما تفضلتي الغذاء هو المحور الاساسي بالجهاز الهضمي لانه هو اللي عم يشتغل عليه الجهاز الهضمي، فاي خلل بطبيعه الغذاء بطريقه الغذاء حكما تنتهي بمشاكل. ناخذ امثله مثلا هلا عند الشريحه العمريه الصغيره الاطفال الست شهور، اول نقطه والتوعيه للاهل انه ما لازم ندخل شيء للطفل قبل ست شهور حديث الولاده، طبعا حتى الست شهور من العمر فقط صدر امه حليب الام. صحيح. والحليب البديل اذا كان في ضروره، والا ما بندخل شيء الا بعد الست شهور في برامج تغذيه بندخلها للطفل طبيب الاطفال بيعطيها للام وفق الاصول. النقطه الثانيه اللي بشوفها عند بعض الامهات مثلا ادخال حليب البقر قبل السنه، طبعا له كثير مشاكل، ممكن يعمل فقر دم احيانا، ممكن يعمل تحسس. طبعا النقطه الثالثه اللي بشوفها انه الام تجبر الطفل ياخذ كميه اكبر من حاجته، طبعا هذا الشيء بيعمل له اقياء لاحقا، ممكن يعمل له نفخه، يعمل له مشاكل عند الطفل، ولاحقا بيصير البدني وما يليها من ارتفاع ضغط. بدهم يسمنول يعني يكونوا مبسوطين الاهل. بنشوف بدهم اياه عجوج يعني بشكل سريع. هلا المشاكل الاخرى اللي بنشوفها بالنسبه للاطفال الاكبر شوي، طبعا انا بركز هون كتوصي على وجبة الإفطار، وجبة الإفطار يجب أن تكون موجودة عند كل أطفالنا وحتى عند الكبار. طبعا في مقولة إحنا دائما نذكرها كأطباء تغذية وهضم أنه يجب أن يتناول الإنسان الفطور كفطور الأمير، ويجب أن يكون الغداء كغداء الفقير. يعني وجبة الإفطار هي كثير الأهمية في عملية استمرارية النشاط خلال ال 24 ساعة وحتى عملية التركيز الذكاء بالمدرسة. هون بيغفلوها الأهل أحيانا وبيبعثوا الأولاد على الكيسات الصغيرة، بيعتمدوا على السناكات الصغيرة، طبعا هو هذا الشيء غلط، نحن بنركز على وجبة الإفطار تكون أساسية. النقطة الثانية بطريقة تقديم الطعام، مثلا هلا في كثير أطفال بياكلوا كثير بس ما بيصير مضغ، طبعا يبدأ مثل ما ذكرنا الجهاز الهضمي من الفم، عملية تقطيع الطعام الميكانيكي عبر الأسنان لها كثير دور كبير بتسهل عملية الهضم، لأنه هالتقطيع لجزيئات صغيرة بيسهل عملية امتصاصه بالأمعاء، وكل ما كان الهضم جيد رح يزيد التخمرات، رح يزيد النفخة بالبطن. النقطة الثالثة وجود أيضا على الهضم يجب أن يكون 30 مرة، طبعا 30 مرة لكل لقمة طعامية 30 عملية هضم، هذا الشيء بيحرض إفراز بعض الأنظمات الأميلاز اللعابي اللي بيسهل ايضا سلسله الهضم اللي عم تجري لاحقا. النقطه الثانيه موضوع مثلا انه الطفل عم ياكل والموبايل امامه والتلفزيون امامه، فهذا الشيء بيخليه ياكل كميات كبيره وما ينتبه لحاله، لاحقا بينتهي بالبداني ومثل ما ذكرنا سلسله المشاكل اللي بتلحقها. النقطه الثالثه ايضا بالنسبه لطريقه التغذيه، طبعا العشاء المتاخر، نحن كثير بنحكي لاطفالنا يفترض ما تكون في وجبات ليليه متاخره، هذا الشيء ممكن يعمل لي الام معديه، بيزاد افراز حمض كلور في المعده وبالتالي بتزيد حرقه المعده. ايضا كفاءه الجهاز الهضمي بالليل هو مثل اي جهاز لازم ينام ويسترخي، طبعا الا ما بده ينشغل بعمليه الهضم ما راح يسترخي كما يجب، ما راح تكون كفاءته كما يجب، ايضا عمليه هضم الغذاء ما راح تكون منيحه. النقطه الثالثه اعتماد الاطفال على، او الرابعه صرنا ما بعرف، اعتماد الاطفال على نوع معين من الغذاء مثل الفاست فود الوجبات السريعه اللي قوامها بيكون كميات كبيره من الدهون ومن الدسم والسكريات، طبعا هي بتعطي طاقه كبيره لا شك بس محتاج لوقت طويل كمان من الهضم، يمكن هي المواد بالضبط ممكن تعمل اجهاد للجهاز الهضمي، والامر الاخر البداني ومشاكلها. ايضا هي الوجبات بيصير عليها نوع من الادمان لاحقا، لماذا؟ لانه هي وجبات لذيذه، الطفل بيتلذذ فيها، بيصير بده اياها كل يوم، بيصير نوع من الاعتماد عليها، فنحن ما كثير بنركز عليها، بالعكس نحن بنطلب من الامهات يكون البرنامج الغذائي متوازن ونعتمد على الالياف، وجود الالياف كثير مهم، الالياف بتلعب خاصه الالياف الذوابي في الماء وغير الذوابي في الماء اللي موجوده في الخضروات وفي الفواكه، طبعا هي الالياف بتنشط حركه الامعاء، بتنظم عمليه الهضم وعمليه مرور
الغذاء والاستفادة من كل عناصره. دكتور بدنا نرجع شوي على موضوع الإسهالات لأنه يمكن هي بتشكل تساؤل كبير عند الأهل. وقت بيصير في إسهالات أحيانا يلجأ الأهل بسرعة إلى إيقاف الإسهال وإعطائه أدوية للطفل لإيقاف الإسهال، إمتى لازم نحن نعرف أنه هلأ لازم نعمل إيقاف للإسهال وإمتى لا استمراره ممكن يكون حالة جيدة لفترة معينة؟ احنا حكينا كل اسهال متكرر متردد يجب ان يستدعي الاستشاره مركز صحي او طبيب. من الغلط سيدتي الاعتماد على الادويه لايقاف الاسهال. لماذا؟ طبعا دون استشاره الطبيب، لانه الطبيب هو الاقدر بحاكم الموضوع اذا بنعطى دواء ولا لا. كثير من الاسهالات عابره، كثير من الاسهالات عابره لا تحتاج الى ادويه، فقط اعاده السوائل، اعاده محاليل اللي معها، او يكتفي بشرب الماء او تغيير النظام الغذائي يكفي لحدوث الاسهال. يعني اذا في عنصر غذائي دخل على الجسم، الجسم ما عم يقدر يهضمه بشكل جيد، انا ممكن احذف العنصر الغذائي يتحسن الاسهال يومين ثلاثه. نحن عم نشوفه بالممارسات العمليه واليوميه كثير انه ادويه صادات، وخاصه ادويه الالتهاب. ادويه الالتهاب في الواقع قد تزيد الاسهال، لان ادويه الالتهاب هي عم تدخل للجسم. طبعا في جزء بالامعاء او في شيء بالامعاء اسمه الفلورا. الفلورا هي جراثيم مفيدة اللي لها دور كبير احيانا بتساعدنا في عملية هضم الغذاء. انا لما بعطي صادات بطريقة او ادوية بطريقة غير نظامية عم ادمر لها الفلورا، وبالتالي ما افقد الجسم جزء من هالعناصر اللي يمكن تقدم لي فائدة بهضم الغذاء. فيستحسن عدم اعطاء اي دواء الا باستشارة الطبيب. بعض الاسهالات الخفيفة مثل ما نربرور كرام، فقط تعويض السوائل، تعويض اللي معها يكفي ويفي بالغرض. تعويض السوائل فقط عن طريق الفم، طبعا عن طريق الفم او حتى اي الشوارد اللي ممكن احيانا. بالضبط، هلا في محاليل اعادة الشوارد ممكن، طبعا بنكهات متعدده الطبيب هو بيصفها وموجوده يعني. بس انه اعطاء اي دواء بطريقه خاطئه غلط. صحيح. هذا بنشوف كمان دكتور ايضا الامهات كثير يعني يمكن احيانا بنخوفهم على طفلهم بيعطوه ادويه غير مثلا يعني الطبيب بدون استشاره الطبيب. في شغلات ايضا دكتور وحالات انذارات بتنبه الام او الاهل انه في مشكله هضميه معينه. تمام. حكيت حضرتك انه الاسهالات احيانا بتكون طبيعيه. تمام. والاقياءات ايضا بتكون طبيعيه، ولكن ما هي الحالات التي تنذر بوجود خلل ما او شغلات ثانيه عند الطفل؟ اشكرك على السؤال، سؤال كثير مهم. طبعا الاسهالات المنذره، كل اسهال في دم قولا واحدا هو امر غير طبيعي. اثنين، كل اسهال يترافق مع الم بطني ايضا يحتاج الى استشفاء. نعم. كل اسهال يترافق مع تطبل بطن او كبر بحجم البطن اولا واحدا يحتاج الى استشفاء واستقصاء. كل اسهال يترافق مع اقياء، مع ترفع حروري، مع ضعف رضاع عند الاعمار الصغار وضعف تناول الطعام عند الاطفال الكبار ايضا يحتاج الى استقصاء ويحتاج الى متابعه. اذا اي علامه منذره مثل العلامات هي إشارة حمراء، لازم يدخل الطفل على المشفى أو على المركز أو يراجع الطبيب بالحد الأدنى حتى نوقف على السبب ونبلش بقرار المعالج. موضوع الحميات الغذائية اللي أحيانا بيعملوها كمان الأهل وقت يشوفوا إسهال عند أطفالهم قبل ما يروحوا لعند الدكتور فورا بيعملوا حمية بطاطا لبن رز فورا إنه هن طبعا هي الأمور الشعبية تماما بدهم هي. أنا عم أحكي عن هي الأمور اللي كل يمكن نص مجتمعنا يمكن بيقوم فيها أول ما يشوف عند طفله في إسهال. قديش هي الحميات أول شيء فعلا هي صحيحة وقت يصير عند الطفل حالات إسهال؟ ثانيا هل هي دائما مجدية أو طبعا في حال إسهال متكرر يمكن بتسبب مشاكل أخرى تغذوية عند الطفل؟ طبعا لا شك لما يكون في إسهال، أنا حكيت في مشكلة بعملية الهضم لعنصر غذائي. إذا كان العنصر الغذائي هو المعني بالمسبب، فمثلا إذا كانت الدسم، فأنا لما بحذف الدسم بالنظام الغذائي بركز على النشويات البطاطا والموز والرز ممكن يهدى الإسهال، ممكن يهدى. بكل الأحوال هي لا ضير في تجربة، ممكن تجربة تجرب لفترة مؤقتة، في تحسن أوكي، ما في تحسن يجب مراجعة قولا واحدا. يعني مع المعلومات دكتور، المعلومات القيمة، نصائح أخيرة هيك لكل اللي عم بيتابعنا اليوم واللي أيضا عنده هيك أطفال وأيضا مقبل على أنه يكون عنده أطفال. تمام اوكي. اذا مثل ما عرضت بالبدايه، اذا الاهتمام بوجبه الافطار بشكل اساسي. نعم. الاهتمام باليه المضغ عند الطفل، يعني المضغ له كثير كثير دور كبير في تقطيع الطعام والاستفاده منه، الاقلال من الوجبات الليليه قدر الامكان، عدم الاعتماد على الوجبات السريعه. ايضا شغله مهمه، ما ناكل الطفل والطفل عم يتفرج على التلفاز ممكن ياخذ اكبر من حاجته. هي ما يتعلق بنظام التغذيه، التركيز على الالياف، ما يتعلق بالصحه العامه. الامور صارت معروفه بجوز هلا اجت الكورونا ساعدتنا شوي نتقمص هالعادات ونمسكها، ويا ريت تستمر. هي عادات بمعظمها بتكون جيدة من مبدأ غسيل الأيادي قبل تناول الطعام. أكيد. أيضا الابتعاد عن الأطعمة المكشوفة، أيضا تجنب الأطعمة غير المطبوخة بشكل جيد، اللحوم النية والبيض النية لما يحمل من إنتانات لاحقا ممكن تصيب الإنسان بشكل عام.
شكرا كثير لك دكتور للمعلومات اللي قدمت لنا اياها، فعلا هو صحه الجهاز الهضمي من صحه جسمنا كله، ولازم كثير ننتبه عليه وعلى صحتنا وعلى صحه اطفالنا. شكرا كثير لك دكتور. شكرا لك. شكرا لك.